بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هزاع بن شهاب الغريبي، باحث شؤون إدارية بوزارة التعليم العالي. المشروع الأمانة ابتدأ اليوم في حلته التقريبية في مسح استبانة بسيطة. الاستبانة كانت سهلة وسلسة للغاية في بداية الموضوع، تدخل على الموقع المشروع وتحصل على الاستبانة مباشرة. بإمكانك الولوج للاستبانة عن طريق هاتفك النقال والحصول على رمز المرور. تدخل على الاستبانة وبإمكانك تمر على الاستبانة وتجاوب على كل الأسئلة المطروحة في غضون ما يقارب نصف ساعة. وهذه كانت تجربتي الشخصية في الانتهاء من الاستبانة في غضون 33 دقيقة بالضبط.